السلام عليكم، معكم تلميذة شهرزاد السهراني، طالبة بسنة ثانية بكالوريا شعبة العلوم الرياضية خيار فرنسية ألف. أنا تلميذة تعرضت للظلم في تصحيح مادة الرياضيات بالامتحان الوطني. أنا تلميذة والحمد لله متفوقة مجتهدة، دائما ما أحصل على الرتبة الأولى طيلة مسار الدراسة ديالي، ماشي أول مرة ولا آخر مرة إن شاء الله غادي نحصل على الرتبة الأولى، إلا أنني تعرضت لصدمة كبيرة يوم الإعلان على النتائج، وخصوصا فقط في مادة الرياضيات. أنا متيقنة متأكدة تمام التأكد من الإجابات ديالي في مادة الرياضيات. أنا طليت على التصحيح اللي لحته الوزارة، كما أنني ناقشت الأجوبة ديالي مع أستاذة ديالنا الرياضيات، إلا أنني أنا مأكدة باللي غادي نجيب ما بين 19 و20 في مادة الرياضيات، إلا أنني كنتفاجئ أنا وعدد من الزملاء ديالي بتصحيح ظالم بمهزلة في نقطة الرياضيات. لقيت راسي حصلت على معدل 14، ولكن بالرغم من هذا المعدل انا متفوقه، والنقط اللي كتشهد بليك شيء، احنا ما كنجيوش وكنهضروا. بالرغم من هذه النقطه كنلقى راسي جايبه 18.04 والحمد لله في المعدل العام للسنه الثانيه بكالوريا. انا كنقول لكم هذه الهضره الا تصحت لي ان شاء الله النقطه ديال الرياضيات غادي نرجع كننافس على المجال الوطني ماشي فقط الاقليمي. انا كنشهد من هذا المنبر انه يتم اعادة تصحيح الاوراق ديالنا، كنناشد جلالة الملك كاول شخص معني باصلاح قطاع التعليم، انه الشخص الذي يحرص على الاحتضان بالعقول النيرة والعقول النجيبة في الوطن المغربي ديالنا الحبيب ان شاء الله، هو صاحب المشروع التنموي ديال التعليم. كنناشد وزير التعليم، كنناشد مدير اكاديمية فاس مكناس ونائب اقليم تونات، واي شخص اي شخص يقدر يتعاطف معايا ولا معنا كاملين حنايا اللي تعرضنا للظلم والاهدار المجهودات ديالنا. حنا كنحترموا كاع المصححين، انا الاب ديالي استاذ، وبالعكس حنايا كاملين بغينا نرتقيو بالتعليم في المغرب، الا انه وجب اعادة النظر في تصحيح الاوراق ديالنا قبل فوات الاوان. انا تلميذة مجتهدة وغيتم التضييع ديالي بسبب نقطة الرياضيات، المدارس اللي باغياهم ما غاديش نقدر ندخلهم بسبب هذه النقطة اللي تظلمت فيها. كنتحمل المسؤولية ديالي، كنتحمل المسؤولية تاع الورقة ديالي والخدمة اللي كاينة فيها. عافاكم الى ما نشروا هذا الشيء، عافاكم الى ما حسوا بيا وحطوا راسكم في بلاصتي، ما بغيت حتى واحد اخر يعاود يتظلم. ان شاء الله نكونوا حنايا اخر وحدين غيظلموا ويترجع لنا حقنا. كنطالب بإعادة تصحيح مادة الرياضيات بالنسبة ليا، والتعجيل في التصحيح باش ما نضيعش في المدارس العليا وما يضيعش المغرب في وليداتو اللي باغيين يبنيوه اللي كيبغيوه. وانا العام اللي داز اصلا عاوتاني وقع لينا كامل جوج اقسام بعلوم رياضيه، وقع لينا مشكل في ماده اللغه العربيه. حنايا تلاميذ متفوقين بسبب اهمال ولا مسؤوليه وتغييب الضمير المهني ديال الاستاذ المصحح اللغه الماده العربيه، انا كان عندي 12 في اللغه العربيه، ومن تم اعاده التصحيح من طرف لجنه مختصه في الاكاديميه لقيت راسي جوج 19، وهكا كيطلع لي المعدل ديال العام اللي داز من 17 ل 18.5. عافاكم ما تضيعوناش، ديرونا بحال ولادكم، الله يرحم لكم الوالدين. الى ما نشروا هذا الشيء، الى ما عاونونا باش ما قديتو، راحنا ما بغينا حتى واحد اخر يعاود يتظلم في المغرب ويضيعوا المجهودات ديالو. شكرا.